السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة أمل حياة الكرام، كل عام وأنتم بخير. وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات، النهاردة هنعمل مكنة الزبادي أو مكنة ياغورت، تكلفة بسيطة. طبعا في بعض اليوتيوبر عمل مكنة الياغورت بالبلاستيك زي كده. البلاستيك يا جماعة مع استخدام اللمبة طبعا مع التسخين بيسيح، بتسيح العلبة البلاستيك لأنها خفيفة خالص. طبعا البلاستيك مع تأثير الحرارة بيأثر على اللبن، لأن اللبن أقل حاجة بتأثر عليه والطعم بتاعه بيتغير، يعني بيدينا طعم مش كويس من كتر الاستخدام. بيتحلل البلاستيك، بيتحلل طبعا مع اللبن بيعمل مشاكل. حاجات زي دي ما منصحش بيها. هنعمل لكم مكنة ياغورت أو مكنة زبادي بأقل تكاليف خالص، خليكم معانا وشوفوا هنعملوها ازاي. كلنا عارفين اول مكونات المكنه بتاعتنا علب السمنه ال5 كيلو، اي سمنه، اي علبه سمنه سوت مفتوحه من فوق، برتقانه في الجنب او مش مفتوحه زي دي. نوريت لكم اثنين مش مفتوحه ازاي هنعملوها. هنحتاج دويل كابل كمبيوتر او اي كابل لتوصيل الكهرباء، متوفر عندك ممكن نطلع بيها ونوصلوها. ما كانش موجود برضو فيشة زي كده بتاعت كاسيت او بتاعت تلفزيون قديم او بتاعت مسجل او اي فيشة زي كده، هي دي اللي هنحتاجها. وهنحتاج لمبة 15 واط صغيرة اللي هي اللمبة العادية. طبعا دي هوريكم ازاي نصنفرها. هنجيبوا سلكة اللي هي سلكة المواعين عادية، هنبدأ ايه امشي عليها. واحدة واحدة هتنضف معاي. لو برضو كل واحد حصل جاب لمبة زي كده اللي هي اللمبة الشفافة الصغيرة زي كده، لمبة شفافة هنضيفها لكم ووريها لكم. اللي برضو اللي لاقيها لاقيها، ما لاقيهاش يجيب اي لمبة اي لون زي كده العادية، مش النيون اللي هي المفرة او الليدات، تبقى ما تديش برضو نتيجة، ما تطلعش حرارة. احنا عايزين اللمبة العادية اللي هي البيضة زي كده، نبطوها. هي سهلة يعني، بسلكة بتاعت المواعين دي، الألمونية اللي هقول عليها، يعني في كل بيت موجودة، أو سلك الاستانلس. أنضفها، بقيت نضفت معاي زي الفل. أديها 15 واط. نقول عايز لمبة وناسة أو سهاري 15 واط او 20 واط المتوافر، مش مشكلة الوات بس تكون صغيرة زي كده. كلها هنحتاجوه. هنبدأ اول واحدة مفتوحة على الجنب زي ما حضراتكم شايفين، هشيل الغطا بتاعها، ننضفها كويس واغسلها من السمنة بتاعتها. ممكن اجيبها من اي، يعني موجودة عند حد من جيراني، هتتباع ب2 جنيه ولا 3 جنيه. اشتري واحدة بدل ما اكلف نفسي واجيب علبة بلاستيك 15 جنيه او 20 جنيه، دي يعتبر ببلاش ودي بتحتفظ بدرجة حرارتها ولا تأثرش على طعم الزبادي بتاعتي. هجيب الدواية زي كده، هنعمل معاكم بالاتنين. هجيب الدواية بتاعتي حكيت انا، هجيب الدواية واركبها معاكم واحدة واحدة عشان تبقى بالظاهر معاي. هجيب الدواية اركبها، انتهى السهولة، اربط على المسمار. اجيب الفردة التانية اركبها هنا واربط على المسمار بتاعها تاني.
جيب الكات الدويل ركبها. اكبت معي كويس، اشد السلك معي الاخر بحيث يبقى الدويل معي بالشكل ده، وانا ساحبه اجي اديله عقدة، احمل اسحب لفوق واحمل بحيث الدويل ما ينزلش معي لتحت زي ما حضراتكم شايفين. اجي اديله ايه عقدة زي كده بحيث اللمبة ما تنزلش معي لتحت. اركب اللمبة بتاعتي زي كده، لما جبت اتنين هعمل اتنين معاكم. عشان الفيديو ما اطولش بس اجرب معاكم واحدة واحدة، اشدها زي كده هتبقى معي بالشكل ده. هجرب معاكم اديك الفيشة بتاعتها. بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما حضراتكم شايفين دي بتشيل 6 كبابي بالظبط، 6 كبابي من الكبابي الكبيرة اللي زي كده بتشيل 6، وراها لكم في التانية بس عشان الفيديو ما اطولش. نيجي للتانية، دي سليمة، دي مش فتح ده يا جماعة، دي سليمة ومقفلة موت في الـ14 والغطا بتاعها كويس. هنيجي في النص، في نص الغطا اشيل الغطا، نص الغطا غفر فل. هجيب حتة خشبة، اي حتة خشبة عندي، واجيب سكين وخطة بسيطة عليها اوصلينها زي كده، واجي خطة بسيطة وعدي ايه وعدي السكين يبقى سهلة زي كده. هجيب مفك عادي عندي، عدي فيها واثنيه كده من هنا ومن هنا بحيث اموت الريش بتاعي، اموت الريش بتاعي اللي هو الشرشيب زي ما انتم حضراتكم ملاحظين ابقى فيه شراشيب. اجيب اي شاكوش وبالبنسة عندي او شاكوش تاني او اي حاجة متوفرة عندي وادق عليها بحيث اتني الشراشيب بتاعتي عشان ما يبقاش فيه ايه زي ما حضراتكم ملاحظين انا معدي عليها بايدي بحس الجريحش معايا سلك ويبقى السلك في امان. هجيب السلك بتاعي، اي كابل عندي جديد هذا وليكن ده، هجيبه زي كده اعديه واجيب الدواية بتاعتي اركبها عادي افكها جزئين. هي هتبقى 3 قطع، القطعة الأولانية أركبها وبعدين أجيب أفك عليها شوية، أفك على المسمار أبقى مربوط أربط عليه أجيب التانية افك على المسمار يعني اي واحد يعملها اللي ما كانش حد يعرف يعملها يوديها للكهربائي اللي جنبيه وقول اركب لي دواية اركب هذا واجي زي كده اركب الدويل
اشد السلك خليش مرخي واجي ادي له عقدة زي كده وانا بعمل عقدة بشد السلك لبره بحيث يبقاش متدلدل يبقى ثابت زي كده. اجيب اللمبة بتاعتي عادي واربطها اجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حضراتكم ملاحظين ابتدت تسخن، ايدي تلقاها سخنة. ارص الكباب بتاعتي، اجيب الكباب بتاعتي الاول، ادرك اتنين تلاتة تلاتة وادرك اتنين خمسة. السفيحة العلبة دي بتشيل معاي ست كباب بالظبط. ارهوكم بالكاميرا برضك من جوه، ست كبابي بالظبط. واغطيها واسيبها. العلبة دي بتسخنها لي بسرعة، بدل ما هي بتقعد اربع من ثلاث لاربع ساعات تقعد ساعتين ونص ثلاث ساعات لو كتر قوي ثلاث ساعات. ويبقى عندي الرايب بتاعي جاهز في خلال ساعتين ونص ثلاث ساعات لو كترت قوي، ويطلع الرايب بسم الله ما شاء الله. وعندي تحتفظ بدرجة حرارتها 100 100، واشيل واطلع الرايب بتاعي. يبقى بمكونات بسيطة ما تعداش ما كملتش العشرة جنيه، كلها ما تكملتش العشرة جنيه. 2 جنيه لمبة، 2 جنيه دويل اديك 4، واتنين جنيه سلك او 3 جنيه سلك اديك 7 جنيه، وفيشة ب2 جنيه اديك 9 جنيه، والصفيحة بجنيه ونص او ب2 جنيه او 3 جنيه لو كتر قوي، يعني 12 جنيه لو كتر قوي. يبقى معاك واحدة، بدل ما اشتري واحدة اشتري علبة بلاستيك زي دي ب15 جنيه، زي دي ب15 جنيه وما تكملش، زي دي زي العلبة دي ب15 جنيه وما تكملش وتديني طعم مش كويس. وتاني حاجة دي بتحتفظش بدرجة حرارتها، درجة حرارتها بتأثر برضو على البلاستيك بتاعها، طبعا تطلع ريحة، الريحة بيلقطها اللبن بتاعي، أقل حاجة يأثر عليه. دي ها ما تطلعش ريحة، تبقى كويسة وتقعد معاي لغاية لما تتكسر أو تتنع. يا رب الفيديو تكون بتاعنا عجبكم. لو احتجت اي حاجه اكتب لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وفيديو جديد ان شاء الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.